إدراك الحركة. إدراك الحركة. إدراك الحركة. صباح الخير يا مشمش، كيف الحال؟ كله تمام. اللي انتي شايفته دحين هذا الشكل الخارجي للكتلة، واللي انتي سمعته دحين بيكلمك، شايفة حركة الفم وهي بتتحرك ولافف وجاي هنا، هذا اسمه صوت الكتلة العموم ككل. خلاص، هذه قطعة القماش اللي بتستر الكتلة، تحميها من الطاقة اللي تتعرض إليها. بس هذا اسمه الإدراك، إنك على قيد الحياة، وصول الضوء، وصول الصوت، وصول الحس. تلقيتي صوت، حين فتحت عيونك تلقيت ضوء، واقفة على رجلك حاسة بتقلك، هذا كله اسمه على قيد الحياة. يبقى انت مدركة للحركة اللي بتحصل قدامك. الكائن، الكائن اللي من الطين يعني، الكائن اللي ما يدرك ده كله يعتبر ميت، ما هو كائن حي. كائن حي هو اللي يتكلم، كائن حي هو اللي يتحرك، كائن حي هو اللي ينظر، كائن حي هو الذي يسمع. لا تسمعوا الموتى، الموتى لا يسمعون، الموتى لا ينظرون، الموتى لا يتحركون. هذه الكتلة كائن على قيد الحياة، يعني جاله نفس حركه خلاه يدرك كل ده، الصوت والضوء والحرارة والبرودة، يعني الحس، صوت والضوء والطاقة اللي هو الهواء، هو الحرارة والبرودة دي جاية من محيطه، يعني هو مو فراغ، هو بس انت ما انت شايفة الهواء، فانت بتدركي الهواء، بتدركي الصوت، وبتدركي الضوء، يعني عندك إدراك بطاقة ما جاتك، نكشتك، خلتك تحسي انك انت موجودة بتتلقي هذه الأشياء. يبقى الحمد لله انت على قيد الحياة، يبقى الحياة اهي، انت على قيدها في وسط المشهد، تنظرين إلى الحياة وترين هذه الكتلة في وسط مشهد. تنظرين من الداخل إلى الخارج، تسمعين من الخارج إلى الداخل، تشعرين بالهواء من الخارج لين الداخل. تشوفينا من جوا البرة يا بنتي، تشوفي من جوا البرة، هذا اللي قدامك، بهذا اللي انت شايفته، بس في حاجة وراك ما انت شايفتها، يبقى كيف هو ده؟
هذا شكل العين، هذا شكل الأنف، هذا شكل الفم، هذا شكل السنون، هذا شكل الرقبة، هذا شكل الإذن، هذا شكل الشعر، هذا شكل الرأس. الرأس، هذا الرأس قشرة هو الستار الذي يرتديه الجسد، ها، يرتديه حماية له من الطاقة اللي جايته ورعايته وسكنه. خلاص، هذا جمجمة أو جلد الأول، وبعدين جمجمة، وبعدين مدري ومدري، طبقات طبقات طبقات، لين ما إن شاء الله نقدر نوصل للكتلة التي تدعى لها مسمى اسمه الدماغ. فأنت بتتلقي إشارات العين وأنت لست العين، فبالتالي ما تقدري تقعدي تستهرجي مع العين تقولي له أنت شفتي أو بالله روح يمين ولا روح يسار. لا، أنت جالسة في الحتة دي في مكان ثابت، شيء بيجيكي من العين، بيجيكي من الصوت، من الإذن، بيجيكي من القلب، أنت سامع قلبك، بيجيكي من القلب، بيجيكي من الرجل، بيجيكي من اليد، بيجيكي كله، وانت جالسة هنا في محل ثابت. خلاص، تلقيتي طاقة نكشتك، حسستك انك قابلة للتلقي. قبل كده ما كنت تعرفي ولا شيء، فاهمة كيف؟ فعندك قدرة على التلقي، استقبال، بنتي أدركتي بحاجة بتحصل فيكي. خلاص، أنت الوحيدة اللي حاسة بيها إنك محجوبة جوا 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 طبق طبق، أيام مستخبية تحت الشرشف. أوكي، الحمد لله أدركتي إنك أنت الوحيدة التي تشعرين وتدركين اللي بيحصل لك من الطاقة اللي جات نكشتك. تمام، يبقى انت عندك ادراك انك انت على قيد الحياة، بتتلقي كل هذه الاشارات، فاهمة كيف؟ كل هذه الطاقة عندك، كل هذه الطاقة داخلك، وانت الوحيدة اللي حاسة بيها، الوحيدة اللي شايفتها، انت الوحيدة اللي سمعتها، انت الوحيدة اللي فيها. كده خلاص، موقعك الجغرافي كده، وظيفتك كده، هو ده. العين ما سألت ترى على فكرة ليه هو كده انها بتشوفه، بس بتشوفه تسمع، لا، الإذن ما سألت انه هو انها بتسمع، ما قالت انا بأسمع واشوف خالص. القلب شخصيا القلب ما عمره سأل كل الاسئلة دي. يبقى الاسئلة دي عمليات بتحصل لك ما بعد ادراكك انك انت على قيد الحياة. فادركتي موقعك انك انت ثابتة في غرفة ظلمة، بتشوف الشيء وبتسمع الشيء وبتتلقي الشيء، وانت مستربعة كده في مكانك. خلاص، تأثير هذه المعلومات اللي بتجيكي من المؤثرات اللي بتجيكي من هذه الحواس عليكي، ما حد يحسها غيرك، because there's no reporting back. العين ما بتستناكي على فكرة خالص، هي بعتت إشارة اللي شافته، ما بتستناكي تقولك ها إيش رايك في اللي أنا شفته، لا خالص، لأنه هي أول واحدة أدركت اللي شافته، وبس بعتت لك، لان هي دي حالة الدنيا. انت قاعدة في مكانك بتستقبلي كل اللي بيحصل، انت على قيد الحياة، وانت مدركة انه في نفس بيدخل وفي نفس بيخرج. ايوه، لازم توقفينا يا حبيبتي. شوفي الوقفة دي يا رسول الله، الوقفة دي مو انت اللي وقفتها، لانك انت اصلا ثابتة، فانت اصلا واقفة، بس هذا اسمه وضع رأسي، انك انت شايفة نفسك بالمنظور ان
انك انت من فوق على الروف جاردن بتطالع على الدنيا من كده يعني، فاهمه كيف؟ فما انت حاسه بالاوادم، ما انت حاسه ولا احد غير بذاتك، فاهمه كيف؟ فانت بتشوفي الجسد وهو بيتحرك، انت بتشوفي الحركة، انت بتشوفي آثار الحركة، انت بتشوفي إضاءة الحركة، حركة الهواء، أكلمك على الهواء، الهواء، الهواء أهو، ما هو الضوء تحرك في الهواء والصوت تحرك في الهواء. And the science say space اللي هو الامتيناس اللي هو الهواء تحرك في space، الضوء تحرك في الضوء تحرك في الفراغ خالص، يقال عليه فراغ علشان ما يتشاف، بس انت عارفة انه في ضوء، شايفة اثره، تعرف انه في صوت حسب اثره، وهكذا ابقى احساسك بالهواء بالنفس اللي جاكي من اثاره، انت ما مو انت اللي دخلك الهواء، تعبان ما جاكي صارت عملية تانية، صار سائل، صار ما اعرف لانه احنا ما شايفين فما نعرف. خلاص برافو عليك، أدركتي جهلك باللي بيحصل لك، قلتي ما أعرف إبقى إيش جاهلة. طيب حبيبتي there's nothing good or bad about the truth، الجهل ترى صفتك، صفتك دوبك أدركتيها، دوبك سمعت الصوت وهو بيقول ما أعرف. طيب تكذبي يعني على نفسك؟ هو ده اللي سمعتيه جهل؟ طيب تكذبي على نفسك يبقى كده ظلمتي نفسك، ظلمتي اللي سمعتيه، ظلمتي اللي حسيتيه، لانك حسيتيه وبعدين انكرتي وجوده. ها يا ربي you call it self doubt، عدم ثقة بالنفس، بلا بلا بلا، what's happening is this، this is it، مالك رأي. ليش؟ لانك انت هنا قاعدة بتتلقي الشيء اللي بيحصل، كيف تتلق، كيف يكون عندك رأي باللي يجيكي، كيف وانت اللي جايبته؟ ايوه ماما انت ما روحتي عند الفاترينة وقلتي هو بقى هذا وبقى هذا يلا جيب لي هو، فما هو ده الاختيار خلاص، فالاختيار انه يكون عندك بدائل. انا بقول لك الحاجه الوحيده انك اني جاكي شيء، جاكي مؤثر خلاص، فين البدائل عشان تختاري منه؟ تصوراتك هذه ما هو اللي جاتك، هذه اللي انت عملتيها، هذه عملياتك، احنا مالنا، انا بتكلم على اللي جاكي، الصوت اللي جاكي، الضوء اللي جاكي، الهواء اللي جاكي على هيئه سائل مثلا. طيب يا ماما ما هو اوكي هناك ان الهواء دخل كغاز تحول الى سائل عبال ما جاك I don't know what happens، لكن في النهايه، في النهايه ما هو اللي جاكي، ما هو شبه اللي عبال ما جاكي اختلفت حالته، انت فهمتني؟ بس باللي جاكي، جاكي انت بس، يعني الانف حست بهواء ما حست بسائل، لا اله الا الله، الانف لما تحس بسائل تتخنق، الرئه لما يكون فيها سائل ما تبطل تتنفس، وهكذا، فاهمه كيف؟ فيبقى ايش؟ يبقى الهواء، الهواء دخل الانف، الانف حست بغاز،
عبال ما جاكي كان ما هو هو. يبقى انت الوحيدة اللي حسيتي بالسائل. ما تيجي تتكلمي عن السائل الان، ما تفهم السائل، هي اللي جاها غاز. فالاخذ والعطاء معانا كده طول الوقت، انه ايش هذا ايش هذا، هم عارفين ايش هذا. انت اللي بتتساءلي لانه انت الوحيده اللي جاكي شيء مختلف عن باقي الكل، لانك انت البقجه الحته الغرفه اللي بتستقبل كل ده، سائل وغاز وجماد وحيوان وفوق وتحت انت اللي بتستقبلي ده كله. فعندك تساؤلات، هو ده بيحصل لك بس، لكن كل جزء بيحصل له حاجته. فانت يا حبيبتي حطينك جزءك، حطينك اهو موقعك، موقعك كده، فبالتالي وظيفتك كده، فبالتالي انت كده. يبقى اللي بيحصل كده، حياتي مش والله صباح وعسل وي حياتي.